فيديو النهاردة لكل عشاق الأكل المصري. هنعمل مع بعض النهاردة الفطير الشرقي الحلو والحاد. الموضوع سهل يا جماعة، صدقوني سهل جدا وبسيط، بس محتاج شوية تفاصيل صغيرة نركز فيها علشان تاكلوا أحلى فطير شرقي من إيديكم بكل الأسرار والتفاصيل هنعمله مع بعض. بس قبل ما نبدأ وصفة النهاردة، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي رشا، وياريت تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير علشان الكل يستفاد. ويلا بينا بسرعة نشوف إيه هي مكونات الفطير الشرقي الخطير. طيب، اول حاجة انا استخدمت 1.5 كيلو من الدقيق يكون مخصص للمخبوزات، يعني اللي هو الهاي جريد او دقيق قوي، يعني بمعنى اصح ان هو بيكون ليه عرق كده، هو اسمه كده يعني. وكمان هنضيف على 1.5 كيلو معلقتين كبار من السكر ومعلقة صغيرة من الملح والمية عادية من الحنفية بالتدريج. شفتوا مكونات سهلة وبسيطة وتقريبا موجودة في كل بيت. اول حاجة انا هعجن في العجانة علشان احنا محتاجين يعني ايه عضلات قوية. فاول حاجة هننخل الدقيق، وبعدين هنبدأ بعد ما نخلناه كويس جدا هو والسكر والملح، هنبدأ ننخله كويس جدا ونبدأ نضيف المية بالتدريج. يبقى اول سر من اسرار نجاح الفطير بتاعنا نوعية الدقيق اللي هنستخدمها، لازم يكون دقيق هاي جريد او دقيق قوي، وهنبدأ نضيف المية من الحنفية بالتدريج. طيب هنعرف منين ان العجينة بتاعتنا مظبوطة وقد ايه كمية المية؟ عجينة الفطير لازم تكون عجينة متماسكة، يعني ما بتكونش بتلزق او اي حاجة، لا لازم تكون عجينة متماسكة، وده برضو سر تاني من اسرار نجاح الفطير. احنا بعد ما بنعجنها كويس جدا جدا لحد ما ملمسها بيكون ناعم ومفهوش اي تكتلات او اي حاجة. انا عجنتها تقريبا لمدة 10 دقائق لان انا كنت عاملة كمية كبيرة، بس انتوا لو هتعملوا مثلا 0.5 كيلو يعني 5 دقائق، لكل 0.5 كيلو 5 دقائق بس. بصوا ملمس العجينة خطير، هو ده القوام المطلوب لعجينة الفطير. اهم تاني حاجة بقى في عجينة الفطير هي ان احنا بعد ما بنعجنها لازم نسيبها ترتاح اقل حاجة 0.5 ساعة. 0.5 ساعة هتكون مظبوطة، هنقدر نفردها، هنقدر نشكلها، هنقدر يعني نتحكم في طريقة فردها في كل حاجة. فعشان كده بعد ما عجننا الفطير بتاعنا هنريحها 0.5 ساعة. 0.5 ساعة، ساعة بالكتير جدا. لو الجو عندكم حر حطوها في التلاجة، لو الجو عندكم برد زي حالتنا كده انا سبتها عادي بدرجة حرارة الجو 0.5 ساعة لحد ما حضرت الحشوات الخطيرة بتاعت الفطير بتاعنا. اول واهم حشوة معروفة لما بنفكر ان احنا ناكل فطير شرقي من محلات هو السجق. ايوه السجق، انا عملت سجق، وعلى فكرة السجق ده انا اللي عاملاه في البيت، وكمان حضرت الزيتون، بسطرمة، فلفل، طماطم من غير بذر، ولحمة مفرومة، ميكس جبنة. حضروا الحشوات اللي انتوا بتحبوها والمتوفرة عندكم. انا حضرت كل حاجة لحد ما الفطير الرتاح بتاعنا، وابتديت بعد بالظبط 0.5 ساعة اكوره عشان احدد الفطيرة تبقى حجمها قد ايه. زي ما اتفقنا احنا عملنا شوية حلو وشوية حاد، فانا بالنسبة لي الكورة كانت تقريبا بحجم البرتقانة كده يعني، فكانت بالنسبة لي يبقى حجم الفطيرة مناسب. جبت الصينية الجميلة بتاعتنا ودهنتها دهنة خفيفة من الزيت، وابتديت اقطع للكور بتاعتنا. بصوا منظر العجينة بعد ما ارتاحت خطيرة. وطبعا بتحددوا حجم الكرة حسب حجم الصواني اللي عندكم. انا بالنسبة لي عملت شوية كور زي ما قلتلكم بحجم البرتقانة، وعملت كمان شوية كور حجم اصغر شوية للحلو، لاني بصراحة انا كنت حابة ان انا اعمل حادق يكون اكبر شوية من الحلو. انا عملت تقريبا 8 كور من الفطير، وبعد ما قطعتها دهنتها برضو من الزيت ولازم اغطيها. بصوا منظر السجق بعد ما برد، وعملت عليه بصل مكرمل وكمان قطعته مكعبات صغيرة. طيب بالنسبة للمادة الدهنية انا استخدمت سمنة، لازم سمنة.
طبعا ممكن زبدة بس يفضل سمنة. استخدمت نص كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت، اي نوع زيت نباتي متوفر عندكم، والعصاية الجميلة اللي هفرد بيها الفطير، والرخامة نظيفة تماما ما فيهاش اي حاجة خالص. الجزء اللي جاي ده بصراحة انا بحبه جدا، بتقدروا تشاركوا فيه اولادكم، بتقدروا يعني تشاركوا اصحابكم، تشاركوا افراد عيلتكم يعني، لانه هو فعلا جزء ممتع جدا. فكرة ان انتوا تفردوا الفطير وتحطوا الحشوات حسب رغبة عدد افراد اسرتكم. يعني انا بالنسبة لي بناتي كانوا بيحبوا مثلا اللحمة المفرومة او السجق مع ميكس الجبن، بس كده ما بيحبوش حاجة تانية. انا بالنسبة لي طبعا لا، بحب حاجات كتيرة هتشوفوا مع بعض. اول فطيرة الكرة دهنتها كويس جدا بالسمنة والزيت، انا طبعا قلبتهم على بعض، وخلي بالكم انا ما ضفتش مادة دهنية كتير، يعني انا بضيف معلقة كبيرة وابدأ افرد، والعصاية اللي انا استخدمتها دي مجرد بس تساعدني ان انا افرد، لو مش عندكم عادي جدا يعني هتفردوا بايديكم. عشان تعرفوا ان الفطير بتاعكم ناجح، ان عجينة الفطير ناجحة وانتوا بتفردوا ما بتتقطعش منكم، وده مهم جدا ان انتوا تريحوا الفطير بعد كل خطوة من التشكيل. انا فردتها كويس جدا علشان الطبقات تبقى رقيقة جدا، ما تبقاش طبقة تخينة، وكل ما تتنوا برضو بتدهنوا دهنة خفيفة من خليط السمنة والزيت. الموضوع سهل جدا صدقوني وممتع جدا جدا. انا جبت الطبقة الاولى، هي طبقة واحدة على فكرة، يعني الفطيرة طبقة واحدة، وزي ما قلت لكم ان هي حجمها كبير فتنيت الاطراف على بعض، وابتديت اضيف ميكس الجبنة، انا استخدمت جبنة كيري، جبنة تشيدر، اي نوع جبنة عندكم، وكمان شوية من اللحمة المفرومة المتعصجة، واخر حاجة شوية جبنة موتزاريلا. وزي ما اتفقنا كل ما بنتني الفطير لازم نضيف شوية صغيرين جدا من السمنة والزيت، بس كده. دي اول فطيرة اخدت بالظبط 3 دقايق في فردها ولفها، وتنيت الاطراف على بعض عشان تبقى بشكل دايرة، ودهنت الصينية اللي انا استخدمتها طبقة خفيفة جدا من الزيت، وحطيت الجزء المتني من تحت وسبتها برضو على جنب 10 دقايق لحد ما خلص بقية الكمية. تاني واحدة دي بقى كانت خطيرة، حطيت فيها زي ما اتفقنا فردتها كويس جدا وتنيت الاطراف ودهنت سمنة وزيت زي ما متفقين، وبعدين حطيت بقى شوية من الخضار. انا بالنسبة لي فطير شرقي يعني سجق وخضار وزيتون، انا بحب اكله كده يعني. اكتبوا لي تحت في التعليقات بتحبوا تاكلوا ازاي. وبعدين بعد ما خلاص حطيت كل الخضار اللي انا بحبه، عايزة اقول لكم على معلومة تانية، الطماطم ما ينفعش تحطوها بالبذر بتاعها، لا، اي حشوة هتحطوها لازم تكون جافة تماما من اي سوائل، مهم جدا الموضوع ده. وتنيت الاطراف لحد ما حضرت الحشوة التالتة. الحشوة التالتة دي بقى كانت يعني من اختراعي، بس الكل حبها قوي، كانت عبارة عن ميكس ما بين السجق الشرقي والبسطرمة، متأكدة هتبهر كل اللي هيكلها من كتر ما هي لذيذة وطعمة، وفعلا يعني ما بتاخدش وقت خالص خالص. طيب انا عايزة اقولكم على حاجة كمان، انتوا ممكن طبعا لو ما بتحبوش اللحوم ممكن تستخدموا حشوات دجاج، ممكن مثلا لو عندكم بواقي قطع الدجاج مش عارفين تعملوا بيها ايه ممكن تضيفوها في الحشوة. يعني الحشوات اللي انا عملتها مجرد افكار، بس انتوا ضيفوا الحشوات اللي انتوا بتحبوها. طيب بالنسبة بقى للحلو، وركزوا معايا في الحلو علشان كان يجنن، انا عملت حشوتين من الحلو. عملت اول ميكس ما بين الكاسترد، وبدل الكاسترد ممكن تستخدموا مهلبية، بس اهم حاجة تكون تقيلة ولازم تكون باردة تماما، مهم جدا الموضوع ده. وتاني حاجة كان عندي حتة بسبوسة كده محدش عايز ياكلها، فقلت لا خلاص لازم اضيفها مع حشوة الكاسترد. الكاسترد عشان انا ضفت عليه بسبوسة فمحلتهوش قوي، لكن لو انتوا هتضيفوا كاسترد ومكسرات يبقى زبطوا السكر بتاعه. بس كده الموضوع فعلا يا جماعة ممتع جدا. طيب بالنسبة بقى لطريقة التسوية، ودي برضو مهم جدا علشان ما تضيعوش تعبكوا على الفاضي، لان طريقة التسوية هتفرق جدا في عمل الفطير. طريقة التسوية ان الفرن لازم يكون على اعلى درجة حرارة، انا سبته على درجة حرارة 220، فرن سابق التسخين، يعني انا سخنته
تقريبا 5 دقايق او 7 دقايق، طبعا حسب الفرن غاز او كهرباء. انا بالنسبة لي الكهرباء بيسخن بسرعة، فسخنته حوالي 7 دقايق على اعلى درجة حرارة الرف الوسط. بياخد تقريبا 5 دقايق بالظبط، وقت التسوية 5 دقايق. اول فطيرة فردناها وحطيناها في الصينية وسبناها ترتاح 5 دقايق، هنبدأ نفردها بسيط قوي من جوه لبره، بسيط قوي، هي اصلا طبقة واحدة فهتبقى رقيقة جدا يعني، بسيط جدا. وبعد كده هندخلها في الفرن، بتاخد بالظبط 5 دقايق، وهنعرف طبعا ان هي استوت لما تاخد اللون الذهبي الخفيف. اول ما بتخرج من الفرن بنغطيها بالالومنيوم فويل لمدة 5 دقايق 10 دقايق، علشان الوش بتاعها يبقى طري كده شوية، ما يبقاش كريسبي يعني، ما يبقاش كريسبي قوي يعني. بس كده خلاص، وهتاكلوا احلى فطير شرقي من ايديكم. الموضوع سهل جدا وفعلا ممتع جدا جدا. وبس كده خلاص، خلصت وصفة النهاردة. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا عرفتوا كل الاسرار وتفاصيل علشان تعملوا ألذ فطير شرقي من ايديكم. وياريت لو عجبتكم وصفة النهاردة تدوسوا لايك، ولو اول مرة تشوفوني انزلوا بسرعة بسرعة تحت اشتركوا في قناتي علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم قريب جدا على خير ان شاء الله. باي باي.